من القنيطره لاله. فاطمه صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك معنا. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك باش معايا. اي طاجين واي متلفه اللحم كتكون زوين. اييه. بصح. كل واحد شنو كيبغى لاله فاطمه، كاين اللي كيبغي اللحم كاين اللي كيبغي الدجاج. اختي الاكثريه كيبغيو اللحم. اييه ولكن اللحم حتى هو غزال. نعم. نعم كيجي بنين. لاله فاطمه شنو محضره لنا اليوم؟ ندوزو نعمرو واحد لي فون بالكفته، اما نديروهم صغيورين كنا نديرو شي عشيه مالحه، ولا نديروهم طرطه كبيره. نعم انا نعطي القياس الصغير والسيده الدوبل. ندوزو للعجين ديال لي فون، كنديرو واحد 200 غرام ديال الطحين، كنديرو مليحه 200 غرام طحين. اييه كنديرو 100 غرام زبده بوماد. 100 غرام زبده بوماد. كنديرو صفر بيضه. اصفر بيض. وكنحطو قلت مليحه، وكنحطو شويه الماء بارد تقريبا واحد نص كاس، وحنا كنرشو تنبسبسو العجينه مزيان بالزبده، ما يبقاش الزبده باش ما تبوقش لينا العجينه، وندو شويه الماء نديرو بمعلقه بمعلقه وحنا نجمعو ونديرو في بلاستيك نخليو حتى واحد 10 دقائق ونطلقوها ونقطعو على حساب القوالب. الا بغينا نديروها في الكبير نديرو قالب كبير، بغينا نديرو الصغار نديرو قوالب صغار. يعني مفهوم؟ نعم. ونتقبوهم وندخلهم نطيبوهم بيضين، طيب نشعلو العافيه غير الفوق. ندوزو للكفته. ناخذ انا نقول 300 غرام وسيده شحال ما بغات، كندير فيها جمعة كبار ديال الربيع، كنحكو فيها بصيله في الحكاكه الغليظه، كنحكو فيها ثومه وحده، كنديرو شويه الابزار، كنديرو شويه سكنجبير تقريبا معلقه صغيره. اييه. هنا اللي كتبغي القرفه دير فيها واحد راس الموز وتحك فيها الكوزه، اللي ما بغاتش لا اختيار. كنقطع الشامبينيون رقيق ونشحروه، كنشحروا الكفته بهذا المقادير كلشي بواحد شويه ديال الزبده، وكنحطوها جانبين. نعم. كنصاوبوا صلصه البيشاميل تكون مالحه، يعني تقريبا 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الطحين مليحه، ونسوطيوهم ونديروا لهم الحليب. واللي عندها الماء ديال البويون ديال اللحم ولا خضره يعني تستعملوا. كندوزو كناخذوا كيلو ديال البطاطا كنسلقوها وكنطحنوها سخونه، وحنا كنطحنوا كنطحنوا 50 غرام ديال الزبده بوماد، ونبقاو نزيدو على شويه الحليب تقريبا واحد 6 سنتيمتر الحليب، ونحركو نحطوها جانبين. كناخدو لي فون كنديرو الكفته في القاع، وكندورو ديك الكفته مزيان بالبيشاميل، ندير واحد المعلقه مثلا كبيره، ونقبطو ديك البطاطا نديرها في البوش، ونزينو هذيك لي تارتوليت ولا نديرو طارطه كبيره. والسيده اللي ما عندهاش الخاطر بالبوش ديرو المعلقه، وكتدخلها الفرن كتجي رائعه، وكتجي عشا يعني كامل وتشبعي. ونجربوها لاله فاطمه. لاله فاطمه. نعم قلت لك زوينه بزاف ان شاء الله. لاله فاطمه قبل ما تغادرينا شنو كديروا في هاد العواشر في هاد الليله هادي؟ احنا الاغلبيه من نهار اللي عقلت وحنا بنات في دارنا كنديروا كسكسو. نعم. داك كسكسو الجامع كسكسو للدار. يعني الفطور كيكون ثاني مميز، يعني كنزيدوا فيه حويجات مثلا نبدعوا مثلا في هذا في الطبله، يعني نزيدوا حوايج مثلا اكثر من اللي كنا كنديروا. وبالنسبه لي انا في داري حيت ما كنقدرش نفطر ونتعشى، كنشرب الحليب سخون وتميره، وكنحط ديك الكسكسو ملي كنسكت الاذان كنصلي المغرب كناكلو نيشان. نعم. بزاف اللي كيديروها كيفرقوا الصيام بالتميره والحليب ولا لا؟ انا كنزوق وتيحطوا كسكسو. وكندوز الحليب ومثلا الكسكسو، يعني هذا الشيء انا في دارنا. حنا شكل اخر. يعني الكسكسو، ودابا صافي باقي كنفكر واش رفيسه ولا كسكسو. دابا ما عرفتيش شنو بغيتي، واش رفيسه ولا كسكسو. واه شوفي اللي بغاها خاطرك وتشديتيها. انا كمان هادي وانا مشاهي الرفيسه. ايوا صافي ديري الرفيسه. الصحه والراحه تبارك الله عليك لاله فاطمه، والاجواء كتبقى زوينه. ما كيهمش الاكل بالدرجه الاولى، كي كتهم داك اللمه ديال العائله، وكي كيتجمعوا الحباب، وهذا هو الاساس. شكرا لك لاله فاطمه، وديك الفرحه ديال الوليدات حتى هي الحنينه، وكنصوروهم الى غير ذلك. غادي نتوقفوا اللحظه مع شيوات لاله، ثم نعود نواصل معكم.